عاد لاعب الوداد الرياضي صباح يوم الأربعاء إلى التدريب عقب استفادتهم من يومي راحة بعد التعادل مع الاتحاد الرياضي تورقي يوم الأحد الفارط لحساب الجولة الثامنة من البطولة. ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأحمر مباريات ودية في الفترة القادمة في ظل توقف منافسات الدوري الاحترافي بسبب إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022 بين 20 نوفمبر و 18 دجنبر. وكان الوداد الرياضي قد اكتفى بتعادل بدون أهداف أمام الاتحاد الرياضي تورقي يوم الأحد المنصرم على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وقد أهدر الوداد الرياضي ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة بواسطة المهاجم بولي سامبو. يشار إلى أن كتيبة الحسين عموتة تحتل صدارة المسابقة المحلية برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات وتعادلات.